مشاهدينا صح فطوركم ومرحبا بكم وين ما كنتوا في هذه القعده الزينه مع برنامجكم العائلي وسط الدار. وسط الدار كما راكم تشوفوا راهو يطلع لكم في كل سهره رمضانيه مع مواضيع جديده تهم كل افراد العائله وكذلك مع ضيوف جدد ومميزين. متع عقلك راح نمتعوا فيها اليوم عقولنا بقراءه لكتاب لروائي جزائري معروف بزاف اللي هو الطاهر والطار الله يرحمه، وثاني شخصيه من الشخصيات العظيمه التاريخيه. حديثوا معنا كلام تاع زمان، اش قالوا الناس زمان؟ الفال لهنا وللهين. حرفه وتحفل هذا العدد راح نشوفوا الزي القبائلي، هذا راح تتابعوه معنا خلال الحصه، خليكم معنا. وسط الدار قاعده 100% جزائريه باش نتقاسموا حلاوه رمضان. موضوع اليوم اللي اخترناها يتلائم والشهر الكريم رمضان، ولكن قبل هذا خلوني نستقبل الضيفة ليلى برسالي الغنية عن تعريف اللي راهي حاضرة معنا. مرحبا بك. مرحبا بك. تفضلي جوزي. مرحبا بك. صحة فطورك ليلى. صح فطورك. الله يسلمك تعيشي. مشاهدينا كذلك ما نساوش نرحبوا بفريق وسط الدار باش تحلى هذه القعده. عواوش مرحبا بك. صح فطورك. بك وهلا. صح فطورك. صح فطور الضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. امل صح فطورك. صح فطورنا وصح فطور المشاهدين الكرام ومرحبا بنا في معاهم السهره تاع اليوم ايمان. شكرا يوسف. صح فطورك. صح فطور كل المشاهدين ومرحبا بالفنانه برسالي. شكرا لك يوسف. مشاهدينا في شهر رمضان تتزايد الاعباء المنزليه على ربات البيوت ويضاعف فيه المصروف وهذا الشيء ينهك جيوب الاولياء، لكن هل كل افراد الاسره يحرصوا على تقاسم هذه المصاريف مع والديهم؟ إذا باش نروحوا نشوفوا هل الجزائريين يتعاونوا في مصروف رمضان؟ نروحوا نشوفوا هذا التقرير نتابع. ترتيب البيت، القضيان وتحضير مائدة الإفطار بملد وطب هي مسؤولية وعبء ثقيل غالباً ما يتقاسموه الوالدين طيلة شهر رمضان، خصوصاً النساء اللي يعتبروا الضحية الأولى لشهر رمضان واللي هي من المفروض مسؤولية لازم يتقاسمها الجميع بما فيهم الأبناء. فما هو دور كل واحد في العائلة من هذه الأعباء يا ترى؟ كوزينة كم توت لي فام الجيريان نقضي لهم نشري لهم حاجة اللي تخصهم. إيه باينة باللي نعاونهم أنا لو نعاون الدار باسكو راكي تعرف في رمضان لازم قاع نتعاونوا باش نجيبوا لقمة هذيك تاع رمضان كذا منها، يا حلاوتها وشفت حلاوتها تتعاون بابك تعاون يمك كذا منها. انا ولادي ما طمعتش فيهم للان ما طمعتش، راك تشوف في عمري قريب 80 سنة هاي ما يعاونوني ما نعاونهم. نو مالوغوزمون عندي غير الاولاد والولاد ما يعاونوش. ما يعاونوش دراري؟ نو نو. وي اللي في عاونوا اللي في تكلي عليهم اللي في تقدري تحسي بلي عندك لا ثوازيام نطيب معاها، هي داير شربه داير سالاد بوراك كوختا كيفاه ابخي نتعشاو نو بوراك لي سالاد وي وي نغسلهم وي توجو فبوندو رمضان نغسلهم لي جور الاخرين نتعاونوا عليهم. ام مو ماري صح واحد ما يكذبش، مام هو يحط معايا ما نقدرش بيسك ما عنديش شكون نعاون. وي دون لو dans le but de نعاون شويه لا مامون باغ اكزومبل نجيب لها حوايج ولا مي بصح باش نطيب سي با سي با سي با ما باسيون جي في انا جو سوي لا بور سوبرفيزي ديرو ديك وديرو ديك جو شوازي لي منو جو دون ديزوردر وسلام.
عموما تقاسم الأعباء هي قضية قديمة تعاود تتجدد كل مرة في شهر رمضان، فقبل ما تكون قضية جهد نبدلوه هي عبارة عن شراكة روحانية تزيد المحبة والألفة بين العائلة. نشكر لويزا حمد على هذا التقرير. ليلى مرحبا بك مرة ثانية. الله يسلمك. ليلى قولي لي، لما كنت عند والديك شابة هل كنت تعاوني في شغل البيت وكامل؟ بيان سور كنت نعاون. انا من عمر انا ما عنديش اختي، عندي زوج دو فرير وما عنديش اختي، دونك بصفة عليا نعاون ما مير. اي بي حتى احنا في تربيتنا البنات يعني ملي يكونوا صغار وما يوجدوا فيهم دونك نعاونوا. بون ابري انا يا جي تزوجت كان في عمري 18 سنه، دونك تزوجت صغيره. ما كنتش نعرف كي كان عندي كان في عمري 18 سنه ما كنتش نعرف نطيب بزاف، يعني انا في مي بارون كان في بالهم ما يزوجونيش هكذا صغيره. المكتوب جا وتزوجت صغيره، مي ديزون كنت ندير لي ديسير، ندير شغل تاع الدار، معن تو سا، هادو سي لي في كي فون سا، سي نورمال. وي فوالا. امل انا شوفي ايمان كنت هذاك المتنقل من الكوزينه للصالو، انا كنت نعاونهم باش ندي نرفد الماعن، اجري دير الطباسه للطابله، دير المغارف للطابله، هذا فاش كنت نعاونهم كي كنت صغيره. بيان سور ما ندخلش الكوزينه، عندي خواتاتي الكبار، اخت مرت خويا ثاني، ما ندخلش كاع الكوزينه، بصح كي كبرت بديت نتعلم. اول حاجه تعلمت فيها الشوربه. عواش انت يا الشرطي باش تعاون الطفله في الدار وكامل. انا ندمت لي ما وليدي ما ربيتوش على باش يخدم الشغل، على خاطر انايا كنت نخدم الشغل، بما اني انا الكبيره في البيت. انا جيتي لا دوزيام ميغ ا مي فرير يا ما سور. نخدم الشغل، نخدم الشغل، وكنت قبيحه، كنت نعاون ايما في التربيه. انا ثاني كنعاون ايما انا بالماكله. لا نحن سقسي، انا نعاون في الماكله. كيما انتما طيبوا ولا شكون ياكل؟ انا ندخل نعاون هكايا في شويه، تعاون في الميده بالنفحه. بالنفحه ما تعاونش الزوجه. كي تكون النفحه صافي، في لابون نافح، كي يكون نافح ما راشقه شوكولي، كي تفيد لابون كويزين. لا لا بصح كاين لي زوم اللي يساعدوا. بيان سور كاين لي زوم اللي يساعدوا. ماشي قولي لي، وفي المصروف كنت تعاوني في الدار عند مي بارون؟ عند والدي. قلت لك انا زوج صغيره دونك ما كنتش ما كانش عندي ما كنتش نربح والو. ما نسقسيها الامل هذه. امل تعاوني في مصروف الدار؟ ايمان تحشمي فيا درك ما نعاونش. انا نروح نشري وي، بصح باش نعاون في المصروف لا لا. ما تحتاجش دراهم في رمضان هكا، باسكو تزيد بزاف المصاريف. ما نحطش يوسف. انا نحط كلش كيف نعاون. لا لا كي كنت في داركم. أني سقسي على كي كنت في داركم. وي بيان سور بيان سور، لازم كامل كل واحد يحط حاجه، كل واحد دي فوا نلمو دي فوا بلا مشاوره، واحد كي يدخل يدخل معاه حاجه حلوه. بعدا نعاون. شو وليدك؟ انا وليدي كلش انايا، انا اللي ما نحبش. الله يبارك. انا اللي ما نحبش. ولاد لا شونس. ولا غير يقولوا لي انا ما نحبش. دوك عرفتوا على واش ما نحطش؟ باسكو ماما ما تحبش. انا اللي ما نحبش بصح هكذا يفششني. قولي لي ليلى، واش رايك في الناس ولا الافراد اللي ينتقدوا الميده وهما ما يعاونوا في والو؟ ني في المصروف ني في الطياب ولا في المعنى. انا نقول لهم بلي نو با دو ريسبي بور ني بور لا مامون اللي توجد ولا ني بور لو بابا ولا ميم لا مامون اللي تحط دراهمها في هذا الشيء بور لوغ فيغ بليزير. لا موان دي شوز لازم الواحد يكريتيك يعترف بلي كاين يا ان ايفور يا كل حتى ما يعجبكش غير بور بس اي فوالا في سومبلون ونو با بليسي. مي باسكو على بالك بلي لا مامون ولا لا سور ولا لا فام ولا لا بيل سور ولا لا في سا بور تو فيغ بليزير، ماشي باش ديجا هذيك الميده ما جاتش غير هكاك الوحده ونهار كامل واقف تعبان. فو با اوبلي ميم لا فام راهي صايمه هي ثاني، دونك هي عيانه بوندون كو هو راقد، هي راهي في الكوزينه شويه تنشط فوالا. اذا الحديث راهو شيق، ولكن خلونا نتوقفوا مع اول فقره عندنا اليوم وهي فقره متع عقلك. في فقره
تمتع عقلك اليوم راح نمتعوا عقولنا بكتاب، وعلى غير العاده في العددين السابقين راح نتناولوا هذا الكتاب اللي هو لروائي جزائري معروف للروائي طاهر والطار رحمه الله، اللي معروف بانه رائد الروايه الجزائريه العربيه اللي ترجمت الى لغات عده منها الفرنسيه والانجليزيه وحتى اليونانية. هذا الكتاب اللي هو جاء بعنوان الطعنات، إذن هو مجموعة من القصص. هذه القصص هي مترابطة في أحداثها، لكن كل قصة بعنوان معين، لكن الشخصيات نتاعها تتجسد لك بمجرد أنك تقرأ هذه القصص. لكن أنا اخترت لكم منها فقرة أو بعض الأسطر، راح نقراهم عليكم الآن وسمعوها واعطوا لي رأيكم. أيتها النخلة الهيفاء، أتذكرين كم يوما آويت إليك وجلست الساعات الطوال تحتكي في صمت وسكون، وكأني راهب ضمته جدران ديره. أتراك أيتها النخلة تدرين ما الذي يدفعني إليك صباح كل يوم؟ أهو السأم والضجر من جو قرية الحزينة، أم هو الوحي الذي أستلهمه منك والشجاعة التي أستمدها من الخلو إلى نفسي؟ هذه بعض الأسطر اللي خيرتها لكم اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. أنا حبيت وقع اختياري على هذا الأسطر بناء على موضوعنا اللي هو تشارك الأعباء، فهنا هذه الشخصية نعم. تشارك النخلة في 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 همومها، لأنه تروح تقعد تحتها وتستلهم منها القوة نتاعها، لأنه نعرفوا أنه النخلة صامدة في أو قوية ضد الرياح ولا في وقوفها، وأيضا في في في, في, في الراحة النفسية لما يقعد تحت السعوف ولا السعف نتاعها. فهاد الشخصية جدا جدا ولا هاد القصة مشوقة، أنا ننصحكم أنكم تقدروا تروحوا تقراوه. كما نعرفوا إيمان، إحنا عندنا في المنطقة تاعنا ولا الناس يقعدوا برا في الليل يفرشوا يقعدوا منطقة المسيلة، هذه في مسيلة يقعدوا نعم. برا في الليل في سهرة رمضان يقدروا يدوه، هو كتاب خفيف بزاف وما هوش ثقيل، يعني باش حتى في معلوماته ولا في القصص في القصص اللي فيه خفيفه جدا نقدروا نستمتعوا به، ولا حتى على شاطئ البحر اللي يروح للبحر ناس البحر يقدر يقراه، وانا ننصحكم به والله غير كتاب ما شاء الله. هذا بالنسبه للكتاب. راح نروحوا الان للشخصيه اللي عودناكم عليها تبحثوا عليها ياك. اذا الشخصيه تاع اليوم هي شخصيه تاريخيه جزائريه ومعروفة جدا عظيمة. هذه الشخصية هي مقاومة قاومت الاستعمار الفرنسي. يوسف راه مركز معايا على بالي بلي تجيبها كما المرة اللي فات. هذه الشخصية لما قاومت الاستعمار في المعارك اللي خاضتهم ضده لقبها الاستعمار الفرنسي بجون دارك الجزائر في بعض الكتب، لكن في بعض الكتب يقولوا جون دارك جورجرا. أمام راهو عندك أنديس اليوم راهو فيك على ما أظن. هاي عطت لكم إيمان ومدام معواوش مؤشر، هذا المؤشر الأول ربما اللي بس نتاعي راهو يوحي لهذه الشخصية. هذه الشخصية من خلال المعارك اللي خاضتهم برهنت باللي أنه المعركة تقدر تخوضها المرأة الجزائرية على عكس الرجال. ثاني، هذه المرأة دخلت للمعارك في عمر صغيرة 20 سنة، وللأسف توفات في عمر 33 سنة في سجن سجنت 7 سنوات، سجنها الاستعمار الفرنسي طبعا 7 سنوات. يا درا إيمان ما بانلكمش أنا عرفتها خلاص. لا لا خليهم هما اللي يحوسوا على الانديس. هذا صغير لا واحد النص في واحد كتاب القراءة فعلا. اسمها راح نعطيكم معلومتين الاخيره، المعلومه الاولى اللي هي اسمها مربوط بالقريه نتاعها نسبه الى القريه نتاعها، وحنا نقولوا لها لالا. يا درا شكون هذه لالا؟ انا قلت لكم الاسم الاول لالا، بصح نتوما حوسوا لي على الاسم الثاني وبعثوا لي الاجابه نتاعكم على صفحتنا على صفحه الفيسبوك، واول مجيب راح اول مجيب على تعليق هو راح يكون معنا فائز، كما راه يظهر معنا الفائز تاع العدد السابق اللي راح ينال هديه مقدمه له من طرف شركه حلويات المشاهير لانتاج الحلويات العصريه. ان شاء الله نكونوا متعناهم اليوم في بهذا
لعب القراءة وهذه الشخصية ويسناونا العدد المقبل إن شاء الله. شكرا لك أمال. إذن مشاهدينا أنا الآن نرحب بكم من جديد ونرحب ليلتحقوا بنا اللحظة ونذكر بموضوع اليوم هو تقسم الأعباء الرمضانية من كل الجوانب. ليلى رمضان يغلبك؟ بيان سور يغلبني. وكيفاش يغلبك؟ رقاد هو اللي خاص في رمضان. حنا سورتو حنا لي زارتيست نخدموا في الليل وخدمي اكثر في الليل دونك الرقاد ولازم يعني يغلبني باسكو الرقاد هو اللي مخصوصه. ما تزعفيش ما تتقلقيش. ونزعف ماشي غير في رمضان ما تبانيش مونتي ماشي غير في رمضان بون نعيا سيتو ماشي ما نتقلقش فريمون جون بزاف ولا مي يغلبني بالعيا نعيا بزاف فريمون نعيا صح. قولي لي دوك شنو هو البلا اللي يكون في الطابله ولا يكون غايب من الطابله تاع الفطور وكي يكون غايب ما تحسيش بلي راه رمضان؟ الحريره. حنايا سي 30 يوم حريره 30 يوم رمضان لازم 30 يوم حريره ما عندناش. انا ما عنديش حاجه اخرى كل الحريره كيما حنا عندنا شوربه فريك كل لو كان ما تكونش تحسيها باللي البوراك. انا البوراك لا انا البوراك جو لو رامبلاس دي فوا بحاجه واحده اخرى باسكو بون دي شوز اون دي شوز هكذا اللي بوغ اكومباني. بصح الحريره ما تقدريش سي با بوسيبل ما تقدريش تغيريها. برسالي حنا راح نديروا لك مفاجاه صغيره دركا نروحوا نتبعوا هذا البورتري ونعاودوا نوليو. قامة من قامات الأغنية الأندلسية العصرية تطرب وتسافر بك في رحلة جميلة وممتعة إلى ماض يضرب جذوره في التاريخ. حرمت بي. إنها ليلى بورسالي. فنانة ذاع صيتها لدى محب الفن الأندلسي العريق الذي ضم صاحبة الصوت الجوهري العذب يحلق بالموشحات والقصائد التراثية. خلوني نهوى الأمل الوحداني من أهم ألبوماتها التي لاقت نجاحاً واسعاً في مختلف ربوع الوطن. حبيبي يا محمد خير من يمشي على قدمي. ليلى بورسالي نجمة مزجت ببراعتها وتمكنها في هذا الطابع الغنائي بين الأصالة والمعاصرة وأثبتت مكانتها في وسط كبار عمالقة الفن الأندلسي الأصيل. ليلى تعلقي واش تعقبي لي على هذا؟ شكرا فريمون اون بون سيربريز يعطيكم الصحة ميرسي بوكو. توجور تري اغريابل دو فوار كو ان فات كي تكون في حصة وتشوف بلي وجدوا لك هدية هكذا يقول لك عطيتوني قيمة دونك انت اصلا قيمتوني دونك يعطيكم الصحة ميرسي بوكو. شكرا لك ليلى. قولي لي يعني ولا كان فيه شخص يعني عنده فضل على نجاحك من هو؟ في المجال الفني في مشوارك في المجال الفني يعني انا نظن نقدر نتكلم على ليلى الكبير. يعني ليلى الكبير هي اللي مديرة اعمالي اللي في المجال الفني وحتى في المجال الشخصي يعني حتى هي كصديقة هي مي في المجال الفني هي تلعب دور يعني كبير في الكارير ديالي بيان سور. ما نقدرش لازم يفوك جو سيت مي بارون مون بير ما مير بناتي تاني اللي ساعدوني يعني ما نقدرش نقول غير اون بيرسون اللي ساعدتني
بزاف تاع الناس اللي ساعدوني، ولكن يعني في المجال الفني ويعني في العمل ديالي ليلى هي اللي ساعدتني بزاف. ليلى، برنامج سهراتك في هذا رمضان؟ عندي بعض السهرات في تيانا، في ابن خلدون، في وهران. بون لانسون هادو هما لي دات لي راهم عندي، وعندي ايضا المشاركه في المسلسل، مسلسل رمضان. انا جايه للمسلسل، انا نشوفو فيها بالطبخ اللي جايت كده. ليلى، قبل ما نروحو المسلسل سمعينا اكابيلا باش هاد العشاق يجيو في السهرات ان شاء الله. بوتي مورسو. الله 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 ما لنا ما ولم سوى الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. الله الله، شكرا. شكرا لك. معايا هذه من الصوفيه، الاغاني الصوفيه صح، روعه. ليلى، احنا لحقونا معلومات على المسلسل وكواليس المسلسل الجريح اللي شاركتي فيه. شكون اللي حكى لكم؟ حكاو لنا، لازم نعرفوا. يعني قالوا لنا بلي يعني كنتي متمكنه كتجربه اولى وكامل، واش تحكي لنا انت؟ التجربه الاولى ديالي يعني في التمثيل، وكنت خيفانة بزاف، يعني كان واحد الخوف كان ساكنني. يعني اللي لحقنا المعلومة قلنا من العكس، وكانت متمكنة ما بانش عليك الخوف. شكون اللي قال لكم هذا الكلام؟ يلعب معاك. يلعب معاك. اللي يلعب معايا بزاف، اللي يلعبوا معايا، يلعبوا معايا ممثلين كبار نحييهم، واللي ساعدوني بزاف في هذه التجربة جوستومون، باسكو يقولوا الفنان سي ان بارتاج، كل واحد يساعد الآخر. وأنا في هذه التجربة يعني كانوا معي ممثلين يساعدوني وعطوني ثقة في نفسي، وخلوني بالك ندير حوايج اللي بالك وحدي كنت ما نديرهمش. دونك نشكرهم بزاف بزاف بزاف، نشكر شهرزاد كراشني، نشكر فيزياء تاني أوغورتي اللي ساعدتني بزاف. جستما احنا فيزياء تغورتي هي اللي حكت لنا عليك، كانت ضيفتنا في العدد السابق، وكنت اختها في الدور في المسلسل. اختها يعني اختها في 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 في, في المسلسل. ويعني عدة ممثلين، ماشي غير هاد زوج، يعني كامل ساعدوني، وحتى المخرج، وحتى يعني كل فريق ساعدوني بزاف، باسكو كانوا عارفين بلي هاد التجربه ديالي الاولى. وانا كنت قلت لهم اتونسيون، انا ما رانيش ممثله، وعندي احترام كبير على هاد المهنه، يعني انا هي مهنه كامله، ماشي لعبه. هنا اكتشفتي بلي عندك موهبه اخرى كذلك. مازال نخلي الناس دابور يشوفوا هما يقولوا لي واش يعني الراي ديالهم، باسكو بون انا ما نقدرش نشوف روحي. يقعد المشاهد هو ال، وانا باش نقول لك الحقيقه، يعني انا كي نشوف روحي سواء في الغناء ولا في حاجه واحده اخرى، ديما نشوف غير الجانب السلبي، يعني نشوف حاجه اللي ما عجبتنيش. دونك ما نقدرش نقول لك باللي كان ستين غيسيت، سي با بوسيبل. عافاك شنو حنقول لك انا؟ راني طالبه منك سيكونس صغيره تاع الاخت اللي كانت في الجارح. اي ما سيكونس هكذا، هي راكي تقولي لي هكذا ما على باليش، نقدر نقول لك لي سيكونس تاع الاخرين بصح. المهم نعطيني سيكونس. بون، حاجه اللي نقولها لكم سي كو بكيت بزاف. كيت بزاف بزاف، باسكو الشخصيه ديالي جوستمون سي مرا، يعني مريضه لا مالادي، وحنينه ومتزوجه مع واحد فيها. دونك يعني بكيت بزاف في هذا المسلسل، وبكيت حقيقه، ماشي هذوك الدموع تاعي حقيقيين، ماشي تاع الكذب، يعني ما دارونيش. عشت الدور وكيفاش قلت لهم جوستمون، انايا في حياتي الشخصيه كاين بعض النوافذ اللي غلقتهم باش نقدر بو بوفوار افونسي دون لا في، وفي المسلسل باش نقدر نحس، كان لازم عليا نحل هذه النوافذ وباش نحس بالاشياء وباش نقدر نبكي بكاء طبيعي. دونك اثر عليا شويه، يعني في النفس ديالي شويه اثر عليا. نعطينا وحده منك. واش نعطي لكم؟ يا ربي هكذا يقدر يعاونك. بون، نقول الحلقه الاولى باش هكذا، باسكو رحنا في اليوم الثالث تاع رمضان، ما نقولش اللي بعد. كاين واحد لا سيكونس اللي نتكلم مع الزوج ديالي ونقول له واش منصف خممت فيه. خلاص، او عندنا هنا يوسف، نشوفوا التمثيل الدور.
خممت في قلبي، خممت في الشيء اللي هضرنا البارح. خممت ايه؟ عبالك كمال عاقل، سي ان جونتي غارسون ومثقف وتمنيتو لساره ملي كان صغير. محال هذا الكلام وهذا الشيء ما يكونش. وما يكونش. ما يكونش. خلاص ما نزيدو نشوفو في الحلقات الاخرى. بون هذه قلتها لكم باسكو على بالي بلي الحلقه راهي جازت. الحديث شيق ولكن الان لازم نتوقفوا مع ثاني فقره عندنا اليوم وهي فقره حديث ومعنى. اليوم المعنى ديالنا طعبت فتلو خيرة والشيعة لمولاتو، طعبت فتلو خيرة والشيعة لمولاتو. في هذا الزمان كاين شي ناس ما يخدموا والو باش يعاونوا الخدمة ديالهم وما يديروهاش، وإنما نهار اللي تولي في لي زونور هما اللي يدوهم. حتى في الدار ما بين العجوزة ما بين العروسة ما بين الواسات ما بين مرت الخو، كاين اللي يكونوا هكا كاملوا ما قاعدين كي يدخلوا رجال يولوا يدوروا في وسط الدار في وسط الكولوار ويحطوا هما اللي يدوا شوية، واللي كانت نهار كامل وهي راهي تخدم مسكينة ما تبانش وما تعرفش الدافع على عمرتها. إذن أطعمت فتلو خيرة والشيعة لمولاتو. نروحوا للفعل يوسف. يا مولات الجنان قولي لي واش بيكي غضبانة، إذا راكي على الخوخ والرمان راني شبعانة، ولا راكي على التحواس راني عيانة، ولا راكي على داك الشباب تحسبيني بربي ما راني شي رجالة. حنان تي غير قلتي الرمان جات مع حنان، هذاك هو حنان فريق الإعداد. فريق الإعداد نعم. هيا نزيدوا واحدة أخرى منصاب يا ربي، منصاب يا ربي دار بلا جيران، ومنصاب يا ربي بيوت بلا بيبان، غير أنا وحبيبي العزيز نتذكروا في اللي كان وكان، إن شاء الله على طول الزمان، منصاب يا ربي إن شاء الله دار بلا بيبان. يا درا إيمان راهي قافية إن شاء الله. عجبتك؟ مليحة هذه. يوسف وقيل اني نشوفك راك تخير. لا لا راني نرفد قبل ما تهضر. انا راك تخير راني نشوف. انا نرفد ونحط من بعد تجي مع الميزان. يا روح العدو اللي يطعن الله يخيب مكرو، والتراب اللي عطش الله العزيز هو اللي يسقيه مطرو، الليل راح راه وراح والفجر لاح نورو، والحمام اللي طار الله العزيز يردوا الوكرو. هذه على ضيفة مالي لابورسالي. يا ما شاء الله. هي حميمة. هي بدات حميمة. يوسف هذيك القلة الخطرة اللي جاية عطوها لي ليا. نعطي لك. لا لا ها هاني حطيت بلا ما نعرف. جاز عليا ذاك الشباب في يدو منديل زرق، شاشية معنقرة تحفيفة تبرق، عليه نرمي الولد وعليه نطلق وعليه نخلي البلاد ونردها فندق. يا درا ليليا ليا انا قولي لي شكون هذا اللي راح تهجر عليه البلاد؟ جيبيه لي درك. ان شاء الله ان شاء الله. عندي فنيق والعشق هو مفتاحه، كي يضرب الريح
كيضرب الريح ريح الغرب يترتقوا الواحو، نمشي لجنان الحبيب العزيز ونشم تفاحو، التفاح ما ناكلو نحمر به خدوداتي، والشيخ ما ناخدوش في قاع البحر نرميه، ناخد هذاك الشباب الصغير اللي نكمل به يا ماتي. شكرا لك عواوش على كل هذه البقالات. شكرا جزيلا. مشاهدينا الان نتوقفوا مع هذا الفصل الاشهاري، وما تنساوش تعاودوا توليو لهذه القاعده الزينه. مرحبا بكم من جديد في هذا الجزء الثالث من عمر برنامج وسط الدار، ومن هذه القاعدة الزينة واللي نخصوه يوميا لإبراز عادات الجزائريين في صيام الشهر الفضيل رمضان بمختلف ولايات الوطن. اليوم راح نروحوا إلى مدينة الحضنة لمسيلة وأسرار تحضير التوابل، في التقرير من أعداد الزميل عبد الحميد بلال. نتابع. غير يدخل شهر رمضان الكريم يزيد الطلب على البهارات والتوابل في أسواق المسيلة. التوابل بالنسبة للعائلات المسيلية ضرورة، بلا بها ما تحلاش الأطباق الرمضانية وما تكونش بنينة. مع الدخول تاع الموسم تاع التوابل كما هكذا، جيبوا حاجة جديدة كما نقولوا حنايا، لفاح خدموه جديد، الفريك حاجة مليحة تاع القمح زين تاع المسيلة نجيبوه ثاني. يكفيك التجوال في الأسواق المسيلية للاستمتاع بنكهة ورائحة شهر رمضان الكريم اللي تتزين فيه المحلات بكل السلع وخاصة الأواني الفخارية. نشري كلش من عندهم أنايا، ديما يلحق رمضان نجي نصرف من عندهم. أي حاجة، الفلفل الأحمر، الثوم، الفلفل، كم فريك، الفريك يجيب حاجة ثانية هايلة. الأواني الفخارية لازم الشربة لازم تكون في القدرة تاع الفخار 100%، نكهة طبيعية كما نقولوا احنا. يبقى نقول بأن شهر رمضان يجي كل عام ويجيب معاه بركته وخيره ونكهته تزينها لمة العائلات على طاولة الفطار. ليلى قولي لي، وشنو ها العادات اللي تحرصي على إحيائها في رمضان؟ العادات تاع رمضان اللي بون اللي أنا كان يعني مدابية يكونوا بصحة، مالوغوزمون أونكوغ أون فوا حنا لي زارتيست ما عندناش رمضان كي كي كل واحد، سي هذيك الملمة اللي الملمة تاع رمضان، يعني الملمة تاع رمضان نورمالمون سي يعني الكاشي ديالها وحده، وحنا مالوغوزمون نخدمو دونك اوف مالوغوزمون اوغوزمون نخدمو. مي انا كان مدابيا يعني كل ما كانش عندي الخدمه هذه هي الحاجه اللي غير هذه. وشنو التقاليد اللي ورثتيها على العائل على والديك ويعني تحبي تنقليها لولادك؟ ماشي تقاليد، جو ديغي العادات ليطا ديسبري تاع رمضان. نعم دابور تبدير ما كانش لو بارطاج تاني مع الناس، نشوفوا الناس اللي ما عندهمش تاني لازم تتقي شويه تاني في النهار، ماشي غير دونك كامل هاد الحاجات اللي كاينين اللي نساوهم. صح الوغ كو هذا هو ليسونسييل في رمضان. ليسونسييل في رمضان ماشي الماكله، ماشي رقاد، ماشي هذا ليسونسييل في رمضان هو تخمم في الواحد اللي ما عندوش الصداقة تاني فوالا. هاد كامل هاد الاشياء اللي انا مي بارون لي ميم الله يعينك درتوه وانا مدابيا مدهم لولادي. كاين ثانيك سيده ليلى اللي كيدخل المارشي يحب يشري عينيه كبيره على ياكل بعينيه قبل ما يتحط على الطابله. انت يا ما صرالكش وين شريتي قضيتي ولحقتي للدار ومن بعد شفتي باللي كاين حوايج اللي ما
ما عدا الحريره طبعا. بون حنايا في تلمسان حاجه اللي نزيدوها بالك حتى هنا في الجي يديروها هي الحلو. نهار الاول نديروا الحلو سي اوبليغاتوار. بزياد نزيدوها على الزياده يعني كم نزيدوها مور زياده نديروا الحلو لو بروميير جو. مي اون جينيرال انا ندير لو بروميير جو الحلو ومن بعد يقعد لي 30 يوم وانا سخن فيها. وفي الحلويات واش لازم يكون في السهره حلويات في رمضان منطقه تلمسان؟ بون حنا قلب اللوز ما نعيطولوش قلب اللوز. واش تعيطولها؟ حنا قلب اللوز نعيطولها الهريسه. تلمسان ما نقولوا لهاش قلب اللوز نقولوا لها الهريسه. راح نمشي نشري الهريسه. ماشي الهريسه الحره الهريسه الحلوه قطط الهريسه والهريسه القديمه تاع التقاليد كنا نديروا لها ثلاث طبقات الابيض والخضر والخوخي ونقطعوها مقرقات. هذيك هي الهريسه. الهريسه سي اون بات داموند ونطيبوها حتى سو ديكول نخدموها. يبا حنا قلب اللوز نعيطوا لها الهريسه. الوغ جو سي با الى باسكو تشبه الهريسه كنا نسميوها كانوا يسميوها من قبل الهريسه وبقات هريسه مي نعيطوا لها الهريسه. ليلى الوغ انا ما نتسحرش ولادك عائلتك هكاك باش يتسحروا في تلمسان؟ انا جوستومون انا مي باغو ما كانوش يتسحروا كنا ناكلوا مليح وترقدوا. فوالا ناكلوا مليح ونرقدوا صحيح ما عندناش علاقه كبيره بالماكله بالمعنى. ما عندكمش هكا طبق خاص في تلمسان يتسحروا به؟ بون جداتي سيرتو نتفكر كي كنا نسكنوا عند جداتي جو مغابيل كانت تدير لنا السفه وكانت تنوضنا وكلش السفه بالزبيب وكل شيء كنا السفه هي النسفوف هي طعام بالزبيب عيطوا لها السفه. شكرا لك ليلى. مشاهدينا الان نتوقفوا عند اخر فقره معنا اليوم وهي فقره حرفه وتحفه. ما ايمانا حين في حرفه وتحفه نتعرفوا على اللباس التقليدي القبائلي. معروفة المرأة القبائلية في منطقة القبائل بهذا لاروب كبير كما أمل راهي لابسة اليوم. سيغمون قلت لها على الموضوع. نعم سيغمون قلت لها من قبل على الموضوع. ما قلتلهاش والله ما قلت لها جات هكذاك خلاص. ليدونتيتي تاعها نعرفوها من خلال اللباس نتاعها. واللباس هذايا كي رحت خدمت عليه اكتشفت فيه أمور كثيرة. هذا بيا نخليو المشاهدين ثاني يكتشفوا معنا هذا اللباس. نروحوا نتابعوا التقرير. يعتبر اللباس التقليدي لدى المرأة القبائلية هوية توارثتها جيل بعد جيل. هذه نعتقد القبائل تراث ما كان سي تزوار سي الباتريمون نا معروف في سنطوط القبية تساطا سي ليدونتيتي نا نكتستياون القبية سورتو. وما يميزها هو الألوان الزاهية والرموز التي تستعملها السيد محمدي في تصاميمها. افون تقدر القبية تخدم كان سي حرير كابيل ثورا نشمس للساتان نشمس دي تيول نشمس دي فولار دي محسوب لا تاع لي ساتان جديدين ديك الشمل نعرض نشم لراغوب كابيل باش تنمودرنيزيا. يشكل اللباس التقليدي القبائلي لبنة وقطعة هامة من فسيفساء التراث المادي للجزائر، فلا خوف عليه من الاندثار ما دامت المرأة تحافظ عليه وتعتبره رمز مقدس. فوالا ايمان انا شفنا الزي التقليدي القبائلي. هذه ورشة تاع السيدة محمدي اللي نشكروها في قلب مدينة تيزي وزو اللي مازالت تحافظ على هذا اللباس وتانيك تزيد تعطيه لمسات أخرى. للعلم أنه في الناير هذا اللي فات دات برومي بري على أحسن لباس تقليدي قبائلي. الله يبارك. ليلى قولي لي لباس تقليدي تلمساني احكي لنا عليه شوية. بون في تلمسان اللباس اللي معروف الأكثر هو الشدة التلمسانية. مي يسميوها الشده ما هي فيها سادير بلوزيغ توني في اون توني فيها البلوزه فيها الجبادول هذاك لا هذاك المونطو القرفطان فيها الفوطه فيها المنديل فيها العبرو وفيها الشابو بالشده والحزام.
اون فوا بيان بلي شاك بيريود زادت حاجه في اللباس التقليدي التلمساني، يعني ماشي ما نقدرش نقولوا بلي اللباس التقليدي التلمساني اصلهم هذيك هذاك المكان. سي تو سا توت سي كولتور جوستمون اللي خلاونا باش هذا اللباس التقليدي. انا شو با ان سبيسياليست دونك بالك كاين الناس اللي يعرفوا هذه الاشياء اكثر مني دونك، مي على بالي بلي باغ اكزومبل الفوطه، الفوطه هي جاتنا من القبائل يعني معروفه بلي الفوطه سي ام سي سي امازي فوالا سي بربر دونك دليل بلي باغ كونط لو القفطان نو ايلي بلوس اندالو دونك سي الجبادولي سي لو مونتو ان فيلو اون ابل الجبادولي بالكمام ديالو من لهكدا بالكمام محلول فوالا لي لا وشنو هم لي توني تراديسيونيل اللي لازم يكونوا في خزانتك؟ البلوزه كاين بزاف اللي يقولوا البون بلو، انا كاين بزاف اللي الناس اللي قالوا لي وي انت قلتي بالبلوزات التلمسانيه وي البلوزه كاينه في تلمسان، يقولوا لها اليوم بلوزه وهرانيه مانيش عارف سي انا جو سي با هي هم فرق البلوزه الوهرانيه والتلمسانيه، التلمسانيه جايه معمره بزاف ما كانش نديروا لها لاستيك لا لا حتى في تلمسان البلوزه انا على حسب ما نعرف التلمسانيه عندها عندها نوع قماش تخيط به لا لا. اليوم لا. اليوم تالمون لا توني ولات عصريه كو ما نقدروش نقولوا اي بي بون لي توني تراديسيونيل تبدلوا حتى الكراكو تبدل حتى كل هذه الاشياء تبدلوا جا دو تري بيل روب ليلا ميرسي شتوم ليلا حبيت نسقسيك اسكو في تلمسان الجبب هذوك تاعكم البلوزه كيما في قسنطينه اللي يقول لك العروسه تلبس نومبر باش تلحق بون زمان كانوا يخرجوا طون دو بلوزه طون دو حتى في التروسو تاع لا ماريي طون دو كوفرتور طون دو دوغيي طون كانوا يحسبوهم زمان كانوا كيف في العرس لي بتيت فيا يروحوا يشوفوا هكذا هنا يقولوا له الجهاز التعلاق تعلاق فوالا احنا بون نقولوا الشهره التعلاق هو الصوره التعلاق هما يدوا حباب العروسه يدوا الجهاز تاع العروسه فوالا دارها فوالا يدخلوا ديجا بالحلوه ولا جايز يقفوا عليه با كانوا يحسبوا شحال عندها وشحال جابت وشحال لافونتور اليوم جو بونس كو بون كاينين مازال اليوم مازال يديروا مازالت هاد العاده كاين مازال هاد العاده بصح دو موان زون موان باسكو بون لا في مودرن افي كو خلاص فوالا عطاو المينا فوالا سي سا سمعينا اكابيلا ايه واش نزيد نسمع لكم سيدنا وحده اه نسمع لكم مقطع اللي غنيته في المسلسل جميل المقطع تدللت في البلدان حين سبيتني وبت بأوجاعي الهوى تقلب فلو كان لي قلبان لعشت بواحد وتركت قلبا في هواك يعذب ولكن لي قلبا تملكه الهوى فلا العين شويا نالي ولا الموت أقرب يعطيك الصحة الله يعطيك صوفي أيضا الله الله ليلى قولي لي قولي لي ليلى مر نوبة الأندلسية واش عندك خطوات مقبلة؟ يعني تسجيلات ولا تسجيلات ولا نعم مشاريع ثقافيه او ثقافيه بون انا في الموسيقى نحب نقعد يعني في المشوار ديالي دائما النوبه في نوع واحد في نوع واحد والنوبه يعني حاضره بقوه في كل البرامج اللي نقدمها ولكن كيفيه اللي نقدم بها النوبه بالك تختلف كما اللي درنا كان مكان في غرناطه ولا تدللتوا في البلدان ولا بعض يعني لي سبيكتاكل اللي قدمناهم بكيفيه اخرى ولكن النوبه حاضره النوبه والحوزي ايضا وكل يعني كل الاشعار الاندلسيه
إما تكون أندلسية من الأندلس أو أندلسية من الجزائر، يعني لازم الناس يعرفوا بالموسيقى الأندلسية هي اليوم 80% جزائرية، يعني خلقت في الجزائر مهما أننا نسميوها الأندلسية، ولكن الأشعار اللي جاتنا من الأندلس قليلة بالنسبة للأشعار اللي مكتوبة هنا في الجزائر. دونك يعني أنا نحب ندافع على هذا التراث ونحب نقدمه بكيفية أخرى باش حتى الشباب يهتموا به أيضا وباش يتقربوا منه، بس كلو كان نخليه ونقدموه كما اللي قدموه الناس اللي من قبلنا يكون ما يكونش فيه ولا يكون فيه أول يكون فيه تكرار، وحتى الشاب ما يحش روحه معلق يعني بهذاك الشيء، بصح لو كان نوريه له باللي يقدر يتعلق بهذا التراث بكيفية عصرية نظن باللي حاجه مليحه. ليلى قولي لي وشنو المسرح اللي وقفتي عليه وحسيتي روحك فيه ملكه؟ كاينين بزاف، كاينين اللي قعد لك فريمون في الذاكره. بزاف اللي كاين اوبرا في كاتارا في دوحه، اوبرا رائع جدا. نعم. كاين بيان سور اوبرا دالجي، كاين ايضا في مونريال، كاين في الانستيتيو دو موند عرب ا باري، يعني كاين في مسرح ايضا في المغرب ثاني جميل جدا. دونك كاين يعني كاين عده اماكن اللي يعني يقعدوا لي في الذاكره دائما. قولي لي وفي مستقبلا واش راكي توجدي في هذا شهر رمضان؟ راني نوجد حفلين يعني اللي في لو تام بدلته، يعني جديد لو تام جديد. بون لو تورناج تاع المسلسل شويه خذا لي الوقت، دونك لازم نعاود نولي للموسيقى. حبيت غير نقول للناس اللي تبعوني في الموسيقى، نقول لهم ما تركتش الموسيقى مهما اني رحت للتمثيل، ولكن الموسيقى هي المشوار ديالي الاساسي. ونعاود نقدم لهم ان شاء الله مشاريع اخرى، ولكن لازم الوقت باش نقدم. يعني هاد السنوات الماضيه قدمنا عده مشاريع ثقافيه وموسيقيه وخداو لنا بزاف الوقت، ولكن لازم تكون فيه تجديد، وباش يكون فيه تجديد لازم يكون فيه الوقت. فوالا. شكرا لك ليلى برسالي، شرفتينا اليوم، ويعني القعده كانت صح زينه. شكرا. كل شرف كان ليا. ولا هي نهايه البرنامج صايك سبا قعدنا 3 دقائق دوك نديروا شويه بالخفا باش نشكر الناس. دارنا خفيفه. تفضلي تفضلي. دونك اولا حبيت نشكر السيده جيهان بن عمار اللي راهي لبست لي اليوم. حبيت نشكركم ايضا على الاستضافه والترحيب. ايضا حبيت نشكر حنان اللي هي اللي عيطت لي باش راني كنت معاكم اليوم، نشكرها بزاف بزاف. ونشكر كل الناس اللي يساعدوني ويساندوني في كل الاعمال ديالي الثقافيه. دونك شكرا لك ليلى. واش كلمه اخيره؟ كلمه اخيره نقول ميرسي 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 مدام طيب باي، دائما نهبلها باش تخيط لي حويجاتي. امل انا نعاود نولي للمشاهدين ونذكرهم بلازم يبعثوا لنا الاجابات نتاعهم من دوكا حتى الغدوه ان شاء الله منتصف النهار. بعد منتصف النهار راني نبدا نصفي، نبدا نخير، نشوف شكون اللي جاوبنا ان شاء الله. ونحب برك نشكر محلات كازانوفيا على اللباس اللي يعني كل مره نلبسوا في السهره هذه. شكرا لك يوسف. انا نشكر الفنانه على احترافيتها وعلى النظره نتاعها يعني في الفن، وكل العائله نتاعك نحيها بمناسبه رمضان. شكرا. وصحه سحره. شكرا لك يوسف. أمانة مشاهدينا ما بقى لي غير نقول لكم احنا جينا الى ختام عدد اليوم. وقبل ما نختموها نشكر محلات الغنى للاكسسوارات المتواجدين في ميسوني، وكذلك نشكر ايام مسيله للاكسسوارات كذلك. وما تنساوش ترسلونا عبر صفحة فيسبوك البرنامج. تقبلوا تحياتي وتحيات الطاقم العامل معي هذه السهرة، ولكن قبل ما نروح نزيد نطلب منك أكافيلا نكملوا بها. هاوي عملك حبيبي يا محمد أشرف الأعربي والعجمي، حبيبي يا محمد خير من يمشي على قدمي،
اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد عليه السلام. شكرا لك. شكرا. شكرا. انا ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.